السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت الشيخ مصطفى، يعني في شخصية إسلامية مشهورة بتدعي إن جميع الأديان النصرانية واليهودية والإسلام أديان صحيحة وبيعبدوا ربنا سبحانه وتعالى، إيه حكم القول ده يا شيخ؟ القائل بهذا القول أن جميع الأديان صحيحة كلامه باطل، وأراه جاهلا لأنه سوى بين الأديان والشرائع. أولا، الدين الذي جاءت به الرسل كلهم هو الإسلام. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكل الرسل عليهم الصلاة والسلام مسلمون، كما لا يخفى عليك، كلهم يدعون إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. وقال إبراهيم، قال الله في شأن الخليل: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. قال تعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق ويعقوب إلها واحدا ونحن له مسلمون. قال في وصاياه: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وكذا كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: وأسلمت معنا إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. قال موسى لقومه: على الله توكلوا إن كنتم مسلمين، على الله توكلوا إن كنتم مؤمنين. كل الأنبياء كانوا على الإسلام، ما في نبي أبدا أرسله الله يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فالشاهد كل الأنبياء على الإسلام، وإن شئنا أن ندلل دللنا بعشرات الأدلة على ذلك. فالأنبياء كلهم على الإسلام لما سمعتم. أما الشرائع فمتنوعة، شريعة لآدم عليه السلام كان فيها الولد الزوج بأخته، ما في على الأرض إلا أولاد آدم، أولاد آدم وبنات آدم. بعد ذلك نسخ هذا وأصبح الشخص لا يتزوج بأخته. موسى عليه السلام له شريعة أحكام، جاء عيسى عليه السلام لتخفيفها، قال عيسى عليه السلام: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. جاءت الشريعة الإسلامية ناسخة لما قبلها. فالشاهد أن الشرائع متنوعة لكن أصل الدين هو الإسلام. فالذي يقول إن عيسى هو الله، هل أرسل الله عيسى يقول إن عيسى هو الله؟ إن الله قال: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. قال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وهكذا تأتي النصوص: قالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. ذلك قولهم بأفواههم، يضاهئون قول الذين كفروا من قبله، قاتلهم الله أن يفكون، اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله. الآيات: ما في نبي أبدا نزل يقول إنه الله أو أن ملكا من الملائكة هو الله، كلا أبدا، بل كل الأنبياء يدعون إلى عبادة الله وحده لما سمعتم من الأدلة. أما الشرائع الأحكام، شرائع متنوعة، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وجاءت رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام المهيمنة على الشرائع قبلها،
والذي لا يؤمن برسول الله يكفر، فمن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. فالذي يقول إن القائل إن عيسى هو الله مسلم في الجنة ضل ضلالا مبينا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا مبينا. الذي يقول إن الله ثالث ثلاثة، أو الذي يقول إن مع الله إلها آخر، كل هؤلاء كفر مخلدون في النار. انتبهوا يا أهل الإسلام. فأظن أن القول إن الأديان كلها صح لا يفهم معنى كلمة الدين، إنما يقول الشرائع متنوعة ومتعددة لكن الدين واحد، إن الدين الله إن الدين عند الله الإسلام. فالحمد لله عندنا قرآن، عندنا قرآن كريم، عندنا سنة نبي أمين، اقرأوها يا أهل الإسلام. لا يلبسن عليكم زائغ في دين مهزوم مخذول أمام الكفار.